الاتحاد الإفريقي يعلن دعم مبادرة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان. الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو تعلن موافقتها على استئناف التفاوض مع الحكومة. الجبهة الثورية تطلب تأجيل المفاوضات مع الحكومة لمدة أسبوعين. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم على قناة طيبة، والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا مع الزميل عمار حمزة. في أخبار الاقتصاد نتابع بدء فعاليات اجتماع المائدة المستديرة في واشنطن حول السودان بمشاركة وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي. وهنالك كذلك موجز رياضي وجولة في دارفور الكبرى لنتابع حركها المختلف، ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف عن خطة لتنفيذ برامج تنموية في ولاية وسط دارفور. وعبر قضية اليوم نتابع توقف السعودية عن استيراد الماشية من السودان، الأسباب وتأثيرات الخطوة على الاقتصاد الوطني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي جيرمايا كونغوسلي ماما بولو دعم المنظومة الإفريقية لمبادرة حكومة جنوب السودان لجمع الأطراف السودانية في طاولة التفاوض من أجل التوصل إلى السلام في السودان. وقال ماما بولو في تصريح للصحفيين في جوبا عقب لقاء الحركات المسلحة وممثلي الحكومة الانتقالية في السودان إن الاتحاد يدعم مبادرة الرئيس سالفا كير لجمع الأطراف السودانية في منبر واحد للتفاوض بهدف إحلال السلام في السودان. ونشد ماما بولو الأطراف السودانية وضع مصلحة الشعب في المقدمة وإنجاح المفاوضات. أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم الخميس العودة إلى طاولة التفاوض مع وفد الحكومة على أن يكون يوم غد الجمعة بداية التفاوض المباشر. وأكدت الحركة الشعبية أن ما قامت به الحكومة من إجراءات يساعد على العودة للتفاوض. وكانت الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو أعلنت أمس الأربعاء تعليق التفاوض مع الحكومة إلى حين تنفيذ شروطها، واتهمت الحكومة بخرق وقف العدائيات. وفي وقت سابق من يوم أمس أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. رحبت الحركة الشعبية بقيادة مالك عجار بقرار رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. ودعت الحركة إلى الإسراع بالتوقيع على وقف العدائيات. ودعا القيادي بالحركة الضحية سرير توتو في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية الحكومة للإسراع بالتوقيع على وقف العدائيات بشكل رسمي من الجانبين، مؤكدا أهمية الخطوة في تحقيق السلام بشكل عملي. وأشار توتو إلى أن المفاوضات المباشرة ستبحث ملفات المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات ثم الترتيبات الأمنية. وأوضح أن وفد الحركة اتفق أن يتناول الموقف التفاوضي قضايا السودان الأساسية والجوهرية بالتنسيق مع الجبهة الثورية في المسارات كافة، وأن يتناول قضايا إنهاء الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتحقيق السلام العادل والشامل ودعم العملية السياسية التي أنتجتها الثورة السودانية ودعم مسارات الحل في شمال وشرق السودان ودعم قيام نظام جديد ومشروع وطني جديد. قالت الجبهة الثورية إنها طلبت من دولة جنوب السودان بصفتها وسيطا تأجيل المفاوضات مع الحكومة لفترة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على الشهر. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية سيف الدين عيسى إنهم طلبوا من الوساطة تأجيل التفاوض لمزيد من التفاهمات، مشيرا إلى أن الوساطة وافقت من حيث المبدأ على طلب الجبهة الثورية لكنها طالبت بأجندة واضحة للتفاوض. وذكر عيسى في تصريحات صحفية أن الأطراف اتفقت على أن تكون جوبا مقرا للمفاوضات دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ومصادر في جوبا توقعت أن تبدأ المفاوضات اليوم أو غدا الجمعة.
هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المهتمين والمواطنين بشأن انعكاسات قرار الحكومة وقف إطلاق النار على سير المفاوضات وتجاوز التعقيدات. برجو من كل الإخوة حملة السلاح والإخوة الموجودين بداخل السودان، كل هؤلاء يتضافر الجهود ويمسكوا يد على يد، ما في زول يقول عشان يكون في مسألة بتاع التفرقة أو إخصاء أو بعد من المسافة ما بيننا وما بين الدولة دي، نحن ما دايرين، دايرين إنه نحن نكون يد واحدة، الحركات المسلحة والشعب السوداني يقعدوا في طاولة واحدة ويعانوا لمعاناة الشعب السوداني ده طيلة 30 عام ديل من الافتقار والقهر والظلم والكبت والسجن. لما نحن ندور نخش في موضوع السلام لابد أن نهيئ ونكون صادقين في العملية بتاعت السلام، لأنه لو لاحظنا في الفترات السابقة السلام ما قدرنا نحققه له لأنه ما كان فيه مصداقية. ونحن لو عايزين نعمل سلام لابد أن نتناسى غباين الماضي ونوفر البنية التحتية للمناطق، مناطق السلام. إسكات صوت البندقية ووقف إطلاق النار بمثل العودة بتاعت المهاجرين النازحين المشوا إلى دول الجوار وداخل السودان بوجههم للعودة، حيرجعوا لمدينة كادوغلي لعمارة، لأن هذه المناطق ما زالت فيها ألغام، يجب على الألغام أن يتم نزعها. جاء إعلان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بعد أن شهدت الساعات الماضية تعثرا في المفاوضات التي تجري بين الحركات المسلحة والحكومة. ويرى مراقبون أن تجديد عمليات وقف إطلاق النار يسهم في تهيئة مناخ التفاوض ويعزز الثقة بين الجانبين. إعلان رئيس المجلس السيادي الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد على خلفية تعليق الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو للمفاوضات التي تجري بينهم في جوبا عاصمة جنوب السودان بأسباب بعض الخروقات الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة ممن عكس سلبا على سير التفاوض. يعني وقف إطلاق النار ده بيمهد العناصر اللي رافع السلاح يديها فرصة عشان تجي تستمع، لأنه يعني احنا السودان ده بالمناسبة وطن بيسع لكل الناس، والحروب نتائجها معروفة، دمار للشعب السوداني ولوطن اسمه السودان. فأنا ما بحبز أنه تكون المفاوضات تستمر وتنجح بإذن الله. ويرى مراقبون أن تجديد عمليات وقف إطلاق النار من الطرفين يسهم كثيرا في تهيئة مناخ التفاوض ويعزز الثقة بين الجانبين، فضلا على أنه يقطع الطريق أمام أي عقبات ربما تعيق استمرار المفاوضات كما حدث خلال الساعات الماضية. يعني وقف إطلاق النار بيساعد، بيخلي الجو مهيأ عشان ما الناس تصل لحل يرضي كل الأطراف. خليني أقول لك إنه المسألة بتاعت السلام هي أولوية. لو تلاحظ هسه الفترة الانتقالية أوائل المهام الأيام الأولى أو الشهور الأولى أو الفترة الأولى أعطوها للقضية بتاعت السلام، لأنه إذا كان أنت ما حققت السلام ما بتقدر تنفس أي برنامج، لا تقدر لا تحارب فساد، لا في تنمية اقتصادية، لا غيره. لذلك ده السبب لأنه خلى يكون السلام أولوية، وأنا بفتكر كل الأطراف جادة إنه تصل لسلام. ويبقى استمرار التفاوض بين الطرفين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق الأمن والسلام في مناطق النزاع مرهونا بإرادة قوية نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل مطلبا أساسيا ظل ينادي به الجميع بعد نجاح ثورة ديسمبر.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ هاشم عبد الفتاح الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ هاشم، وبدءا ما هي انعكاسات هذا القرار، قرار وقف إطلاق النار، على سير المفاوضات، خاصة وقد أعلنت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو عودتها إلى طاولة التفاوض بجوبا؟ أنا أفتكر أنه هذا القرار الذي صدر من سعادة الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي هو نتاج طبيعي وخطوة مطلوبة ومرجوة في المرحلة القادمة، باعتبار أنه مشروع السلام يشكل ركيزة الفترة الانتقالية لفترة 6 شهور، وبالتالي كان لابد من هذا الإعلان على الأقل لتهدئة الأوضاع وتعود الحياة إلى شكلها الطبيعي من غير حروب، من غير احتكاكات أمنية أو عسكرية. وبحكم أن الحكومة نفسها بتتبنى شعار حرية سلام وعدالة وبتركز على مرحلة المدنية أو فكرة المدنية، وبالتالي فكرة المدنية بتعني هي النقيض للعسكرية، وبالتالي مطلوب الآن وبشكل جاد إنه كل الأطراف تهتدي إلى خيار المدنية، إلى خيار وقف الحرب، وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، وده يتيح لكل الأطراف بأنها تتواصل وتتحرك على المستوى الميداني بكل سهولة وبكل يسر. أستاذ هاشم، ما هو مدى تأثير لجنة الوساطة وحكومة سالفا كير بالتحديد على سير عملية التفاوض؟ هو طبعا هذا الإعلان أو هذه المبادرة تعطي دافع قوي جدا للوساطة بأنها تمضي في مشروع لتحقيق التسوية بين الأطراف السودانية، وبيتيح أيضا فرصة للتقارب في الرؤى، في الأفكار، في الأجندة، في طرح الأجندة، في وضع سقوفات محددة للوصول إلى تسوية تجاه هذه القضية. وبالتالي الوساطة الآن يجب أن تلعب دور محوري في الوصول إلى قناعات لكل طرف تجاه الأجندة المطروحة واتجاه الأوضاع في على مستوى الميدان في المناطق التي المنطقتين المناطق هي المعنية بالسلام والمعنية بالحرب. وبالتالي أفتكر إنه الوساطة الآن لديها فرصة كبيرة جدا إنها تمضي وبشكل سريع جدا، لأنه الأوضاع الآن متأزمة جدا على المستوى المعيشي، على المستوى الاقتصادي في مناطق دارفور، كل المواطنين تأذوا جدا بالحرب وتأذوا جدا بالقلاء المعيشي، وبالتالي الآن لا فرصة لمناورات سياسية ولا فرصة الآن لمشاكسات أمنية أو نزاعات أمنية في منطقة دارفور، والوضع الآن يحتاج إلى مزيد من التسوية على المستوى الميداني. والأمر كذلك إضافة إلى قرار وقف إطلاق النار، ما هي مطلوبات المناخ لعملية إنجاح السلام بصورة أكثر؟ المطلوبات الآن من الطرفين، أنا أفتكر أنه الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي هو يحتاج إلى مزيد من التهدئة، ويحتاج إلى توافقات وإلى خطوط التقاء، كل الأطراف تلتقي في نقاط محددة تتجاوز فيها كل الطموحات والنزاعات الخاصة أو المصالح الخاصة لكل طرف. يجب إعلاء قيمة الوطن وإعلاء قيمة القضية الأساسية، قضية السلام هي المطلب الأساسي لكل الأطراف. وأنا أفتكر أنه مطلوب من الطرفين بأنه يتوافقوا على رؤية إعلامية ورؤية سياسية، لأنه طاولة التفاوضات تحتاج إلى مهادنة، تحتاج إلى خطاب سياسي هادي، تحتاج إلى خطاب إعلامي هادي ما فيه مشاكسات، ما فيه ردود فعل من طرف آخر
الرؤية الإعلامية لقضية السلام والحرب في المنطقتين تحتاج إلى 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 جلوس، وتحتاج إلى توافقات، وتحتاج إلى أن الناس تمضي أكثر وأكثر إلى مناقشة الأجندة الأساسية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى. المواطن الآن يحتاج إلى أن يودع الحرب ويبدأ خطوة السلام. لكن أستاذ هاشم، البعض أيضا يقلل من جدوى هذه المفاوضات الآن بجوبا نظرا لغياب بعض الحركات، أعني حركة عبد الواحد محمد نور، أيضا هنالك الجبهة الثورية التي دعت اليوم إلى تأجيل هذه المفاوضات لمدة أسبوعين. إلى أي مدى يؤثر هذا في نجاح هذه المفاوضات؟ وهذا ما نعنيه بالجهود المطلوبة من الوساطة، والوساطة الأفريقية، وساطة حكومة السلفاكير، والتحرك الدولي الآن على مستوى حكومة حمدوك هو مطلوب جدا للضغط وإقناع كل الأطراف وكل الحركات التي لم تنضوي بعد تحت مظلة هذه الوساطة بأن تسارع، وبأن تبدأ أيضا بخطوات أخرى للحاق بجولة الجولة القادمة أو بالمفاوضات في جوبا. وبالتالي إنه الزمن أصبح غير ما في صالح كل هذه الحركات، ولا في صالح الأطراف السودانية. المطلوب الآن إنه حتى الناس لا تتجاوز كل الذين تأخروا عن هذا المشروع. الآن المشروع مشروع سلام، مشروع مفاوضات، وإنه الحرب يجب أن تتوقف هنا، لأن الثورة التي اندلعت في السودان الآن مطلبها الأساسي حرية، سلام، وعدالة. وبالتالي كل الذين يجب أن ضوا تحت هذه الشعارات، وهذه هي شعارات كل السودانيين أفتكر، بما فيها الحركات المسلحة. ولذلك أنا أفتكر أنه عبد الواحد ومني وقير من الحركات التي لا زالت يعني بعيدة عن طاولة جوبا، مطلوب منها أن تمضي بخطوات حتى أنه تؤكد جديتها في أنها راغبة في السلام، وراغبة في أنها تقدم بعض التنازلات ليس من أجل مناصب خاصة، وليس من أجل اقتصاد سلطة، ولكن من أجل قضية دارفور وقضية المنطقتين جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة. ولذلك أفتكر أنه نتوقع في المرحلة الجاية أن تثمر هذه الخطوات، خطوات التحرك الخارجي بإقناع كل الأطراف باللحاق لمنبر جوبا. شكرا جزيلا الأستاذ هاشم عبد الفتاح الصحفي والمحلل السياسي، حدثنا من الخرطوم. أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة بيانا صحفيا أكد فيه أن هناك حالات احتيال كثيرة حدثت باسم قوات الدعم السريع، وتبرأ جمعة من الجرائم التي نسبت إلى القوات. وأكد في البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء أن قوات الدعم السريع تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. وكشف المتحدث باسم قوات الدعم السريع عن دراسة حول أسباب انتحال صفة الدعم السريع، وبحسب الدراسة التي لم تفصح القوات عن الجهة التي أعدتها منذ شهر يونيو 2019، تم رصد وضبط عدد من حالات انتحال صفة أفراد بقوات الدعم السريع، وحالات ارتداء زي الدعم السريع بواسطة أشخاص لا ينتمون للقوات تم رصدها وضبطها بواسطة استخبارات الدعم السريع. ولفت إلى أنه تم التعامل معهم وفق القانون، وفتحت تجاههم بلاغات في عدد من أقسام الشرطة بالخرطوم والولايات، وهناك حالات تم ضبطها بواسطة الشرطة. وأضاف البيان أنه بحسب الدراسة تزايدت هذه الظاهرة بصورة كبيرة جدا من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول تكرار ظاهرة انتحال البعض صفة قوات الدعم السريع والتعدي على حقوق وممتلكات المواطنين. ده مهدد أمني كبير جدا، ويمكن المواطن يعني مفروض يكون عنده ثقافة أنه أي زول يتصل لك تطلب بطاقته. فالناس بيجوك بظروف صعبة جدا، الظروف الاقتصادية الصعبة هي خلت ناس كتار يلجوا لارتكاب جرائم كثيرة جدا. لقوا أسهل حاجة أنه يرتكب جريمة أنه ينتحل الشخصية،
ويعني انا بطلب من كل القوات انه يراجعوا بطاقاتهم ويكون في اعلام، بطاقاتكم مغنطه وشكلها ظاهر تظهر في وسائل الاعلام كلها، كان بالصحف الاعلام المرئي والمسموع والمغرو يكون واضح، المواطن حقه ما يخاف، يعني اي زول يقول لنا يعني قوات نظاميه يطلب منه المستندات، الناس بيستغلوا الحته دي، ومرات يعني تفتيش في الشارع ما في تفتيش كده بتم بالسرعه دي. لكن متى تعددت التسميات والموازاه في القوات النظاميه انت بتقدر تتحكم عليها، بالاضافه ليه الجبهات المتمرده ما فيها قوات وعارفه كيف تتعامل من ناحيه عسكريه وعارفه كيف تحتال وعارفه كيف تاخذ الرتبه وعارفه كيف تتفاوض، دي كلها نتائج وتحدث منها الانفلاتات والاحتيال واحتيال الشخصيه، والمحاسبات ضعيفه، وفي نفس الوقت ممكن يمثل دفاع شعبي، ممكن يمثل بتاع امن، ممكن يمثل اي حاجه، فتعدد التسميات للقوات النظاميه هي مشكله كبيره جدا. الناس جهله بالقانون ما بيقدر يقول لها دي استمارتك، لكن انا لانه عارف انت اثبت لي جيب استمارتك، لو لقيت هاي استمارته انا لو لقيته هو ذاته غلطان بمسك استمارته ووريانا منه واتخذ ضده الاجراء القانوني، لكن ما كل الناس بيعرفوا الاجراءات القانونيه، الشعب السوداني ده شعب طيب وشعبي على سجيته، عشان كده لازم تكون في دوله قويه تحمي المواطن من جهله ومن الاخرين. البيان الذي أصدرته قوات الدعم السريع حول انتحال البعض صفة منسوبيها كشف عن القبض على متهمين دونت في مواجهتهم بلاغات مختلفة، واتهم البيان جهات بمحاولة تشويه صورة قوات الدعم السريع. البيان الذي أصدرته قوات الدعم السريع أمس الأول على لسان الناطق الرسمي العميد جمال جمعة حول انتحال البعض صفة قوات الدعم السريع كشف عن القبض على 122 متهما دونت في مواجهتهم بلاغات مختلفة، منها 103 بلاغ انتحال شخصية و351 بلاغ نهب ونهب مسلح، بجانب تدوين 286 بلاغ اعتداء وتهديد و172 بلاغ ابتزاز. معظم بلاغات انتحال الشخصية لقوات الدعم السريع التي تم تدوينها كانت في ولاية الخرطوم بحسب بيان الناطق الرسمي العميد جمال جمعة الذي اتهم جهات بمحاولة تشويه صورة قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تهاونهم أيضا مع منسوبيهم من الذين يقعون تحت طائلة مخالفة القانون. عدم معرفة الكثيرين داخل العاصمة الخرطوم لطبيعة عمل وتكوين قوات الدعم السريع استغله البعض بحسب المختصين لتحقيق أغراض شخصية، فيما طالب الكثيرون بفرض هيبة القانون حتى لا يقدم أي شخص على انتحال صفة أي قوات نظامية. التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم وزيرة خارجية دولة جنوب السودان أوغاد دينغ، وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا والقضايا ذات الصلة المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في البلدين. وقدم حمدوك الشكر لحكومة جنوب السودان لاستضافتها مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح والهادفة للوصول إلى سلام شامل بالبلاد، فيما أشادت وزيرة خارجية جنوب السودان بالمجهودات التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في توطيد العلاقات بين البلدين. أكد السفير الكندي في السودان أدريان نورفولك أن بلاده ستقف إلى جانب السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء نورفولك رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أكد متانة العلاقات بين السودان وكندا. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن السفير الكندي في السودان أشاد بسلمية الثورة التي أدت إلى إحداث التغيير، وقدم التعازي في شهداء الثورة مؤكدا استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعم المملكة المتحدة المستمر للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
وكان جونسون قد بعث برسالة تهنئة إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك بمناسبة توليه المنصب، ورأى أنها خطوة مهمة نحو المستقبل. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية محجوب موسى إن جونسون عبر في رسالته عن إعجابه بشجاعة ومثابرة الشعب السوداني، مؤملا في الحصول على مستقبل أفضل. في الأثناء عد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن تعيين أسماء محمد عبد الله في منصب وزير الخارجية هو دلالة قوية على التغيير وخطوة إيجابية تمهد لتسنم السودان دوره الإيجابي وسط الأمم. وأكد راب في رسالة بعث بها إلى نظيرته أسماء استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السودانية لتحقيق التحول وتلبية تطلعات الشعب السوداني. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أي قيود على السفر أو التجارة مع السودان بسبب الكوليرا فيه. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الإصابة بالكوليرا، خاصة مع الارتفاع المستمر للحالات المشتبه بها منذ العام 2016، وفي ظل الفيضانات والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية مؤخرا. وأكدت في بيان صحفي أن الحكومة السودانية استجابت بسرعة للكشف عن الحالات، ويجري تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة من قبل السلطات الوطنية بدعم من الشركاء لاحتواء تفشي المرض. ونوهت المنظمة إلى أنه تم الإبلاغ عن 278 حالة مشتبها بها في ولاية النيل الأزرق وخمس محليات في ولاية سينار، وتم التأكد من 28 عينة من أصل 42 تم اختبارها في المختبر الوطني للصحة العامة. قلل والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد من حجم انعكاسات حالات حمى الوادي المتصدع على مجمل الأوضاع الصحية بولايته، مؤكدا أن الوضع الصحي تحت سيطرة سلطات الصحية وأن بمقدورها احتواء المرض بأسرع ما يمكن. وأكد الوالي لدى تفقده مستشفى جيكيكا بمحلية المتمة وتدشين حملة إصحاح البيئة بالمنطقة، أكد أن حكومته بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية سبق وأن احتوت أزمة صحية مماثلة في منطقة نهر عطبرة في وقت وجيز دون أن تتأثر بها اقتصاديات الدولة والولاية. ووقف حماد من خلال زيارته لمحلية المتمة على سير العمل في مستشفى الجيكيكا وما يعترضه من عقبات ومشكلات، موجها في هذا الصدد بتبعية المستشفى لوزارة الصحة الولائية مع ضرورة الإسراع في دعمها بالكوادر والمعينات والأجهزة والمعدات الطبية والصحية. قبل فترة من الزمان هنالك أزمة صحية عابرة تم السيطرة عليها، يعني سيطرة كاملة، ولم يتم الإعلان عنها في أي وسيلة من الوسائل، وكانت يعني عمل كبير لوزارة الصحة الولائية ووزارة الصحة الاتحادية. الآن هنالك بعض الظواهر وهي ليست بالقدر الكبير، وأيضا يمكن السيطرة واحتوائها، وبذلت جهود مغدرة لاحتواء هذه الظواهر. هذه الحالات التي تم الحديث عنها عبر مندوب الولاية الاتحادية هي ليست يعني بالمنتشرة وليست بالخطرة وليست بالتي لا يمكن السيطرة عليها. حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار وسحب رعدية بكميات متفاوتة مصحوبة برياح نشطة في ولايات كسلة، الخرطوم، سنار، القضارف، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال وجنوب كردفان، شمال جنوب ووسط دارفور. وتوقعت الهيئة في نشرتها اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح خلال 72 ساعة المقبلة. ونادت الهيئة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وأخذ التدابير اللازمة من قبل سكان المناطق المكشوفة. ونتحول بموضوعات جولة السودان اليوم إلى ملف دارفور. التقى مساعد والي وسط دارفور المكلف اللواء الركن سليمان الأمين المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ماسيمو ديانا، واطلع الوالي على طبيعة عمل الصندوق والأنشطة التي ينفذها وفقا لخطة عمله بالسودان.
هذا وقد أكد ديانا مساهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجالات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال وتدريب وتأهيل المرأة والشباب خاصة المتأثرين بالصراعات للنهوض بمناطقهم. كما تطرق الاجتماع إلى دعم مستشفى زالنجي والمراكز الصحية من خلال توفير الأدوية والأجهزة الطبية. كما طلب الوالي بضرورة فتح مكتب خاص للصندوق وعدم ربط الولاية بالولايات الأخرى. ولاية وسط دارفور بمكتب الأمانة العامة بالمدير القطري للأمم المتحدة للإسكان، وتحدثنا معه عن متطلبات الولاية، المتطلبات الصحية الخاصة بالمستشفى وخاصة بتنمية المرأة في ولاية وسط دارفور، وطلبنا منهم بعض المتطلبات الخاصة بمستشفى زالنجي ووعدونا خيرا، وأيضا طلبنا منهم بعض الدورات الخاصة بتنمية المرأة. أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون ضرورة الاهتمام بالآثار والمناطق الأثرية في ولاية جنوب دارفور. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمتحف دارفور بنيالا صباح اليوم رفقة والي الولاية اللواء الركن هاشم خالد والمدير العام لوزارة التربية والتوجيه الهادي عبد الرحمن. ودعت الوزيرة إلى الاهتمام بالآثار الموجودة في المدن إلى جانب عمل مسح شامل للآثار والمواقع الأثرية بولاية جنوب دارفور، واستمعت إلى تنوير شامل عن المتحف والمشاكل والمعوقات التي تواجه المتحف من حيث بيئة العمل وصيانة المتحف. تفقد والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة الطرق الداخلية بمدينة نيالا، ووقف الوالي على العمل في تأهيل طريق السوق الكبير السينما وحتى صينية الكومندانية والتي تنفذها شركة مان للبنى التحتية. وأشار ممثل المنظمة بالولاية المهندس علي عبد الله إلى أن مشروع تأهيل وصيانة الطرق الداخلية ممثلة في طريق السينما بطول كيلومترين ضمن مشروعات المرحلة الثانية التي تنفذها شركة مان. دشن والي ولاية شمال دارفور ملك الطيب خوجلي وأمين ديوان الزكاة بالولاية حامد أحمد حامد جبارة في حي القاضي الشرق في الفاشر دشن برنامج تمليك وسائل الإنتاج الذي استهدف العديد من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الفاشر وبعض معسكرات النازحين، وذلك ضمن برنامج أسبوع الزكاة بالفاشر. وأكد الوالي لدى مخاطبة حفلة تدشين وقوف حكومته مع الزكاة لتنفيذ البرامج والأنشطة كافة وخاصة فيما يتعلق بتمليك وسائل الإنتاج للأسر الفقيرة حتى تخرج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج. وقال إن الزكاة قد أسهمت بصورة كبيرة في معاش الناس بجانب تدخلاتها في درء آثار السيول والأمطار والكوارث التي اجتاحت عددا من المحليات. السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة، وفيه بعد الفاصل. بدء اجتماعات المائدة المستديرة للسودان بواشنطن، وحكومات غربية وعربية تؤكد دعم السودان. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وفي المساحة التالية من جولة السودان اليوم نقدم طائفة من الأخبار الاقتصادية مع الزميل عمار حفزة. مرحبا عمار. شكرا جزيلا الزميل أحمد الرويان، أهلا وسهلا ومرحبا بك، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى طائفة من أخبار الاقتصاد. يتوجه وزير النفط والتعدين عادل إبراهيم إلى جنوب السودان لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة للعام 2019، والذي سيعقد في فندق كروان في العاصمة جوبا بتاريخ 29 من أكتوبر الجاري. وسيلتقي وزير النفط عادل علي إبراهيم بنظيره الجنوبي الوزير أو دانيال شوانغ، حيث سيبحث اللقاء المرتقب باستئناف العمل في مربع 5000 والذي تقارب طاقته الإنتاجية المحتملة 60 ألف برميل يوميا. كما سيناقش الوزيران
البنية التحتية النفطية ومن ضمنها الممرات اللوجستية بين البلدين والأنابيب المشتركة بجانب وحدات المعالجة. أصدر وزير التجارة والصناعة مدن عباس قرارا بتشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات ليعمل في زيادة الصادرات السودانية. وكشف مدني خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين برئاسة رئيس الغرفة دكتور وجدي مرغني كشف عن ترتيبات الوزارة لإلغاء أي رسوم ولائية تعيق حركة الصادرات بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي، معلنا الاستمرار في عقد الاجتماعات المشتركة ما بين الوزارات الاقتصادية وغرفة المصدرين للتشاور قبل إصدار سياسات موسم الصادر في الأول من نوفمبر القادم. بدأت في مباني البنك الدولي بواشنطن فعاليات اجتماع المائدة المستديرة حول السودان بمشاركة وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي. واستعرض وزير المالية دكتور إبراهيم أحمد البدوي أهم ملامح برنامج السودان الاقتصادي النهضوي 2019-2030، مبينا أن البرنامج يستلهم ويعزز شعار الثورة السودانية حرية سلام وعدالة، ويشتمل على ثلاث مراحل أساسية تعنى بمعالجة الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة بجانب حشد الجهد المالي لتعزيز الموارد والإيرادات بالإضافة لمعالجة معاش المواطنين وغلاء الأسعار. من جانبهم أبدأ المديرون التنفيذيون لحكومات أمريكا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وبريطانيا استعدادهم لدعم الشعب السوداني ولجهود الحكومة الانتقالية لإكمال التحول للنهضة المستهدفة، وأكدوا أهمية ترتيب الأولويات وربطها بالسياسات ليتم تقديمها كحزمة لصندوق المانحين بإشراف ودعم من مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وفي سياق ذي صلة، بحث وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي خلال زيارته لواشنطن مع المسؤولين بإدارة الخزانة الأمريكية بحث التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب تأثير العقوبات الأمريكية. ودعا وزير المالية وزارة الخزانة الأمريكية للنظر بجدية في أمر معالجة العقوبات الأمريكية وتأثيرها في استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان، فيما أكد مسؤول إدارة الخزانة اهتمام الحكومة الأمريكية بالتطورات الكبيرة في السودان، مطالبين وزارة المالية بالتركيز على ترتيب الأولويات لتقديمها للبنك الدولي، كما أكدوا رعايتهم لمنتدى أصدقاء السودان المزمع انعقاده في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. إلى ذلك ناقش وزير المالية مع المسؤولين في الإدارة العليا للوكالة الأمريكية للعون التنموي، ناقش معهم إمكانية تقديم دعومات فنية للسودان. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد. الآن مباشرة عودة للزميل أحمد الرويان لمواصلة ما تبقى من ملفات السودان اليوم. إليك أحمد. شكرا جزيلا عمار. والآن إلى الأخبار الرياضية. وافقت محكمة الاستئنافات على طلب مجلس إدارة نادي الهلال بإيقاف قرار المفوضية بفتح أبواب نادي الهلال للأعضاء، وبررت المحكمة قرارها بأنه جاء تحسبا للأضرار التي قد تنجم عن عملية صيانة النادي، وكانت المفوضية قد أعطت أعضاء نادي الهلال حق دخول النادي، إلا أن مجلس الهلال قدم استئنافا وأوقف القرار بقرار صادر من المحكمة الخميس. كشف مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني عن اعتزامه فك الارتباط مع جهاز الاستخبارات، وحدد مجلس إدارة النادي 31 من أكتوبر الجاري موعدا لعقد جمعية عمومية لأعضاء النادي، وذلك لتغيير اسم النادي من نادي الخرطوم الوطني إلى نادي الخرطوم. وقال مجلس إدارة النادي أنه يريد فك الارتباط بينه وجهاز الأمن والمخابرات الذي تم في العام 2016، وتم فيه تغيير اسم النادي إلى الخرطوم الوطني، حيث كان النادي يتلقى دعما مباشرا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
حسمت اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم الجدل حول الإشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ لإجازة النظام الأساسي للنادي لصالح المفوضية الولائية للشباب في الخرطوم. وأكدت اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم أحقية مفوضية الشباب والرياضة في الإشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ وفقا للمادتين 17 و34 من النظام الأساسي للمريخ والمادة 18 من قانون اتحاد كرة القدم، الذي أشار إلى أنه في حالة رفض المفوضية يتولى اتحاد الكرة الإشراف على الجمعية العمومية للأندية. انتهت النشرة الرياضية، نتحول الآن إلى قضية اليوم. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تعليق استيراد المواشي من السودان. وقالت الوزارة إن قرارها بتعليق واردات المواشي من السودان جاء على خلفية إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بين المواشي السودانية بمرض حمى الوادي المتصدع. وأكدت الوزارة السعودية أنها شددت إجراءاتها الاحترازية في المحاجر وأعلنت تأهب الفرق البيطرية في المناطق السعودية كافة. وكانت وزارة الثروة الحيوانية في السودان خلال يومين الماضيين قررت إيقاف صادر الماشية من السودان إلى حين التمكن من السيطرة الكلية على بعض الحالات التي ظهرت لمرض حمى الوادي المتصدع. وكشف وكيل الوزارة أحمد محمود في تصريح نقلته وكالة السودان الرسمية للأنباء عن وجود بعض الحالات لحمى الوادي المتصدع بولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل. وأشار المسؤول السوداني إلى أن الحالات التي تم حصرها للمرض ما بين 10 إلى 15 حالة، مؤكدا أن جميع الحالات تم السيطرة عليها بواسطة فرق من الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وقلل من انتشار حالات حمى الوادي المتصدع بصورة كبيرة. وللتعليق على هذه القضية معنا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ المشارك بجامعتي السودان للعلوم والتكنولوجيا والمغتربين الدكتور محمد الناير. مرحبا بك دكتور الناير، وترى ما مدى تأثير قرار السعودية بتوقيف استيراد الماشية من السودان على سمعة صادر الماشية عموما؟ مرحبا بغنى الطيب وكل المتابعين داخل وخارج السودان. بالتأكيد قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف استيراد الماشية من السودان يؤثر سلبا على الصدر السوداني، لأن الصدر الصحة الحيوانية الآن هي يعني أكبر عائدات صادر على الإطلاق. متوقع أنها كان في العام 2019 تفوق صادرات الذهب، باعتبار أن الذهب يهرب منه الكثير ولا يسيطر عليه بنك السنة إلا القليل، وصادرات قليلة. في النصف الأول كانت حوالي 280 مليون دولار فقط، هنا الصادرات الصحة الحيوانية في العام تراوحت ما بين 750 ل 900 مليون دولار خلال العامين الماضيين. افتكر هذه يؤثر سلبا بصوره كبيره، ونتمنى ان لا تطول فتره ايقاف استيراد الماشيه بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه من السودان حتى لا تاثر سلبا للاقتصاد السوداني، خاصه ان نعاني من شح في النقد الاجنبي ونعاني من تعقيدات كثيره تواجه الاقتصاد السوداني. وهذا يتطلب بالتاكيد مجهود كبير من قبل لجنه فنيه افترض ان تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء فيها كل جهاز ذو صلة للمتابعة مع سلطات المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية للحيوان، للتأكيد على أنه هذا المرض هو في مساحة محدودة ونطاق محدود وتم السيطرة عليه، وأن يتم التأكيد لكل جهاز ذو صلة من هذا الأمر. والأمر كذلك، كيف يمكن الرد على انعكاس هذا القرار على الأوضاع الاقتصادية؟ كيف يمكن تجاوز هذا الانعكاس؟ هو بالتأكيد الانعكاس سالب، لأنه تراجع صادرات الثروة الحيوانية يؤثر سلبا على الميزان التجاري، يزيد حجم العجز في الميزان التجاري، يؤثر سلبا على قيمة الجنيه السوداني التي يتوقع أن تتراجع أمام الدولار خلال الفترة القادمة. وبالتالي نحن أشرنا إلى ضرورة إسراع الخطى وأن لا يكون التعامل مع هذا الأمر بالتراخي. الأمر يحتاج إلى سرعة إجراء، يحتاج إلى التواصل مع كل الجهات، منظمة الصحة العالمية للحيوان وكذلك سلطات المملكة العربية السعودية من خلال لجنة فنية متخصصة تستطيع أن تثبت لكل الجهات أن السودان يعني إن وجد هذا المرض في نطاق ضيق ومحدود وتم السيطرة عليه ولم ينتشر بصورة واضحة حتى يتم استئناف الصادرات لسوق المملكة. سوق المملكة بالتأكيد بيشكل أكثر من 70 ل 75% من حجم الصادرات الماشية
للخارج، وبالتالي هو السوق مهم وسوق مؤثر بالنسبة لصناعة العالمية السودانية. إذن برأيك ما هي أبرز الحلول المطلوبة من السودان، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يعاد فيها صادر الماشية السودانية، كيف ما هي أبرز الحلول الجذرية لوضع حل لهذه القضية ومستقبل تصدير الماشية السودانية؟ مؤكد نحتاج إلى إجراءات كثيرة جدا، خاصة أن الحكومة في الفترة الانتقالية وحسب تصريح رئيس الوزراء تفكر في إيقاف تصدير الخام بالنسبة للسودان وإيقاف تصدير الماشية حية عادة موسم الهدي، ويتم التصدير بشكل لحوم والاستفادة من القيمة المضافة والمنتجات المصاحبة لعملية الذبيح داخل السودان. ولكن كل هذه الأشياء تحتاج إلى ترتيبات محددة، منها إمكانات وقدرات البنية التحتية من مسالك وغيرها، وأيضا قضية الحجر الصحي أو البيطري. هذه القضية تحتاج إلى إجراءات كبيرة، كثير جدا من صدر الثروة الحيوانية تذهب إلى المملكة وتعاد مرة أخرى في السابق بسبب عدم بقاء الثروة الحيوانية المدة القانونية والكافية في المحجر في سواكن. أنا أفتكر لابد من الالتزام القاطع بكل المواقيت المحددة والجرعات التي يحتاجها الحيوان قبل التصدير، وبالتالي أيضا متابعة الثروة. السودانية تمتلك حوالي 106 مليون رأس ثروة ضخمة جدا، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتحتاج إلى متابعة مستمرة للتأكيد للعالم كله أن الصادرات السودانية واللحوم السودانية لا توجد بها أي مشكلة على الإطلاق. بالإضافة إلى عدم تصدير المواد الخام باستثناء لحوم الهدي بالتأكيد، وإضافة إلى استفادة السودان من القيمة المضافة كما يرغب، كيف يمكننا أن نجد أسواقا بديلة خاصة مع تضرر سمعة السودان الاقتصادية؟ صحيح، السودان اعتماده على سوق واحد بنسبة كبيرة، يعني لديه مخاطر عديدة، ولعل هذه المخاطر الآن جاءت الآن يعني بالنسبة لإيقاف الصادر للسعودية. وهذا السوق كما ذكرت يمثل نسبة كبيرة جدا، وتقريبا السوق الثاني بعد السوق السعودي والسوق المصري بالنسبة للصادر. أنا أفتكر البحث عن أسواق أخرى وتوسيع قاعدة الصادرات السودانية خلال المرحلة القادمة دي قضية مهمة وقضية استراتيجية. أنا أفتكر حكومة الفترة الانتقالية انتظرها الكثير، ولكن نحن نشعر ببطء كبير جدا في إجراءات الحكومة في الفترة الانتقالية، علما بأنه في قضايا ملحة وعاجلة تواجه الصادر السوداني بتحديات كثيرة تحتاج إلى إسراع الخطى وسرعة الإجراء مع مراعاة التخطيط السليم ودراسة القرارات بصورة علمية وصحيحة حتى لا تكون قرارات متعجلة تؤثر على الصادر سلبا في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا للدكتور محمد النايرة، الأستاذ المشارك بجامعتي السودان للعلوم والتكنولوجيا والمغتربين. موضوعات السودان اليوم تكاملت من على قناة طيبة، ولم يتبقى لنا إلا التذكير بعناوينها. الاتحاد الإفريقي يعلن دعم مبادرة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان. الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو تعلن موافقتها على استئناف التفاوض مع الحكومة. والجبهة الثورية تطلب تأجيل المفاوضات مع الحكومة لمدة أسبوعين. شكرا لكم، دمتم بخير.